مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم في استوديو الصحافه ولقاء نستعرض خلاله اهم ما تنشر صحافه القاهره الصادره يوم الخميس التاسع من شهر مايو سنه 2013. الحقيقه النهارده عندنا ثلاث ملفات رئيسيه في حلقه النهارده. الملف الاول هو حكومه قنديل، طبعا تم اجراء التعديل الثالث او الترقيع الثالث في حكومه قنديل وسط هجوم شديد جدا من كل القوى الاسلاميه وقوى المعارضه على هذه الحكومه في حاله اعتراض كامل على الحكومه دي، في دعاوى قضائيه اترفعت امام مجلس الدوله بتطالب بالغاء قرار رئيس الجمهوريه بتكليف الدكتور هشام قنديل يعني بتشكيل الحكومه الجديده. طبعا في تصريحات ورديه للوزراء، طبعا نتمنى يعني مش هقول انها تتنفذ لكن على الاقل يتنفذ نصها. يعني اعتقد ان يعني اللي اتملت بيه الجرايد امبارح والنهارده من خلال تصريحات الوزراء اللي اتكلموا فيها ان هم هيحلوا تقريبا كده، نتخيل ان هم هيحلوا كل حاجه في مصر. يعني وزير البترول بيقول لك خلال اسبوع هتنتهي ازمه السولار. طبعا انا النهارده مع حضرتك اهو، احنا النهارده في استوديو الصحافه، النهارده حلقه ان احنا النهارده بنتكلم دلوقتي مساء الاربع عن حلقه عن جرايد يوم الخميس 9 مايو. ان شاء الله يوم الاربع الجاي يعني هذكر حضراتكم وهنشوف من هنا الاربع الجاي هل يعني ازمه السولار تتحل طبعا، وغيرها من التصريحات طبعا اللي هي عايز اقول لو اتحقق نصها اعتقد انها تكون انجاز، لكن طبعا يعني على الاحوال مش هنصدر عليهم حقهم في انهم يتكلموا، لكن في النهايه يجب ان يعني ان تكون التصريحات يعني مصحوبه او مقرونه باعمال او يعني بانجازات على الارض. ملف ثاني هو ملف موقعه الجمل، طبعا محكمة النقض النهاردة يعني قضت برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة ببراءة 24 من يعني رموز ورجال النظام السابق في معارف إعلامية بموقعة الجمل، ثم ملف مؤتمر العدالة والأزمة القضائية التي تتعقد يوما بعد يوم. دي كلها هتكون موضوعات النهاردة. نبتدي بالملف الأول في حياتنا هو ملف حكومة قنديل. صحيفة الدستور في صفحتها الثالثة بتقول الدستور القوى الوطنية تتجه لمقاطعة انتخابات مجلس النواب احتجاجا على التعديل الوزاري، دعوة قضائية تطالب ببطلان التشكيل الجديد وتؤكد أن تعيين بجاتو ده تم لتعطيل حكم حل الشورى. طبعا هو كان المستشار حاتم بجاتو بيشغل منصب رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا. الشيء العجيب ان المستشار حاتم بجاتو اللي هو بيمثل رأس حربة داخل جهاز المحكمة الدستورية العليا، اللي هي عايز اقول المحكمة اللي هي يعني قضت بحل او ببطلان تشكيل مجلس الشعب اللي فات، لما جه الرئيس مرسي حاول ان هو يرجع المجلس ده مره اخرى اصدروا حكمهم بالغاء قرار رئيس الجمهوريه واعتبار ان المجلس هو والعدم سواء. طبعا حاتم بجاتو هو كان شريكا في كل هذه الاحكام، ده كان هو رئيس هيئه مفوضي المحكمه الدستوريه العليا اللي هي بتحط الراي الفني اللي المحكمه تقريبا ما بتخرجش عنه بتحكم بيه. طبعا في غيره من كثير من الدعاوى، طبعا المحكمه الدستوريه العليا كانت هي يعني كان يعني في ليها دور كده بطولي طبعا امام المصريين. تعرضت المحكمه الدستوريه للحصار، كان حصار مهين، مفترض ان كان المحكمه الدستوريه العليا يعني ان ده كان استهداف للقضاء كله اللي المستشار حاتم بجاتو هو جزء منه. طبعا فوجئنا ان في تقريرين وضعتهما هيئه مفوضي المحكمه الدستوريه العليا، الاول يقضي بعدم حل مجلس الشورى على اعتبار ان الدستور الجديد قام بتحصين مجلس الشورى وبالتالي لا مجال لحل مجلس الشورى، حتى رغم ان القانون الذي اجريت عليه انتخابات مجلس الشورى هو قانون فيه عوار دستوري، لكن قالوا خلاص احنا في دستور حصن فخلاص ايه ما نقدرش نيجي نحل مجلس الشورى. الحاجه الثانيه ان كان في دعاوى قضائيه كثيره لما بدات الجمعيه التاسيسيه الثانيه تم تشكيلها، كان في دعاوى قضائيه كثيره بتتكلم ان الجمعيه دي تشكيلها يعني باطل او غير قانوني على اعتبار ان ذات الاسباب التي قضي فيها ببطلان تشكيل الجمعيه الاولى اللي كانت برئاسه الدكتور سعد الكتاتني يعني ما زالت موجوده. ومع ذلك طبعا فضل القضاء المحترم بتاعنا يطوح في القضايا يطوح في القضايا، وبعدين راحت للمحكمه الدستوريه العليا، المحكمه الدستوريه فضلت تطوح فيها. طبعا يبدو ان احنا بنتكلم سياسه، للاسف الشديد السياسه لما بتخش في اي عمل بتفسده، وللاسف الشديد يعني احنا يعني من يرى الشجاعه يعني اللي تحل بها قضاة المحكمه الدستوريه العليا في احكامهم الخطيره بحل مجلس الشعب ايام المجلس العسكري ما يتخيلش بعد كده ان ما يطلع بعد كده ايه التوصيه بتاعه تقرير هيئه مفوضي المحكمه التي توصي بانقضاء الدعوه من الناحيه الدستوريه، لان المحكمه خلاص اكملت اعمالها والدستور خلاص اتحط وخلاص، وكاننا نتحدث عن دستور بفكره او بسياسه الامر الواقع، خلاص هو دستور وفرض نفسه على الواقع. طب يا اخوانا ما هو ده احنا بقى لنا اربع خمس اشهر بنرفع قضايا، لو سمحتوا احكموا، لو سمحتوا شوفوا، لو سمحتوا يعني اعتقد لو كان طلع الحكم ده في يعني قبل يوم 25/12 اللي فات اللي هو تاريخ اقرار الدستور اللي هو الدستور الجديد، اعتقد ان كان هيكون في وضع جديد. احنا النهارده بنتكلم بدستور زي ما كنت بكلم حضراتكم امبارح وافق عليه 63.8% من اللي خرجوا، واللي خرج دول يمكن حوالي تلت او اقل من التلت
ممن يحق لهم التصويت. طبعا في دعوة قضائية أقامها محمد حامد سالم المحامي، هو دعوة قضائية بيطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية يعني باختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. أيضا ما زلنا مع الدستور، بتتحدث الدستور عن حركة المحافظين القادمة، وبتقول الدستور في المنشطة بتاع صفحة 3 10 محافظين إخوان في الحركة الجديدة، الإعلان عن الحركة خلال أيام تمهيدا لتزوير الانتخابات البرلمانية. ده ما بتقول صحيفة الدستور. نروح للمصر اليوم في صفحتها الأولى، بتقول المصر اليوم أزمات في أول يوم للحكومة المعدلة، بيان من المثقفين لإقالة الوزير، ورئيس أكاديمية الفنون بيقول إن تعيينه أنقاذه من النيابة. دراج اللي هو عمرو دراج يعني وزير التخطيط الجديد بيقول أنا إخواني وأفتخر، وغياب المعارضة عن التشكيل أفضل. يعني إذن هم يرون أن فكرة تشكيل حكومة ائتلافية، حكومة توافقية، حكومة بتشمل كل يعني الأطياف الموجودة في المجتمع، أن ده يكون أفضل. طيب على أي الأحوال دي وجهة نظر. طيب ماذا سيكون الوضع بعد ما يتم إجراء انتخابات مجلس النواب، مجلس النواب الجديد، وسنفاجأ بأن عندنا مجلس نواب فيه شوية إخوان وفيه شوية سلفيين وفيه شوية معارضة مدنية وفيه شوية مش عارف مستقلين وفيه في في في، وبالتالي هيكون تشكيل أمر تشكيل الحكومة الجديدة هو أمر متروك للبرلمان اللي هو مجلس النواب. طب النهاردة إزاي هيتوافقوا على تشكيل الحكومة الجديدة؟ من سيكون رئيس الحكومة؟ ولا سيما أن طبعا الواضح في الأفق أن ما فيش فصيل سياسي هياخد حاجة اسمها الأغلبية. يعني النهاردة الإخوان على أقصى تقدير آخر ما يتوقعه الإخوان أن هم ياخدوا نفس النسبة اللي خدوها، اللي هي نتكلم في حوالي 40 أو 42% من اللي كانوا أخدوه في المجلس اللي فات اللي بتاع مجلس 2012. نفس الحال ما اعتقدش ان في فصيل تاني، مثلا هنقول ان عندنا قوه مدنيه ان هي ممكن تراهن على انها تنزل الشارع، ما فيش في مصر قوه مدنيه ولا عندنا احزاب ولا الكلام ده كله، دي كلها عن تجمعات مصالح شخصيه، هي فقاعات وظواهر اعلاميه موجوده على الفضائيات اكثر مما هي موجوده في الشارع. فبالتالي هيكون عندنا برلمان له كده تركيبه غريبه، ان برلمان ما فيش فيه اغلبيه، برلمان عباره عن كتل كده، كتل قد يكون فيه كتله اكبر من كتله لكن ما فيش عندنا اغلبيه. فبالتالي عشان نقدر نقول ان في فصيل او ان في تيار يتولى تشكيل الحكومه، محتاج ان هو يعمل ائتلاف مع كذا حاجه جنبيه. يعني مثلا نقول الاخوان والسلفيين، وممكن دول ما يكملوش ما ياخدوش 50% زائد واحد يعني، وبالتالي هيكون محتاجين ان هم يضموا مثلا بعض الاحزاب المواليه ليهم، مثلا زي حزب الوسط، حزب مصر القويه، حزب غد الثوره، مثلا هم من الاحزاب اللي بتجري بسكه الاخوان دايما بتاع ايمن نور. وبالتالي كده ايه، ممكن يبقى عندنا 3 4 5 احزاب دول نقول ان هم مثلا يستحوذوا على من 60 ل 70% من البرلمان اللي جاي، وبالتالي يشكلوا حكومه. طب النهارده يبقى عندنا حكومه ائتلافيه. طب هل الوضع ده البلد هتمشي عليه؟ لما النهارده دراج عمرو دراج بيقول لك ان ده عدم وجود معارضه احسن. يعني انا بصراحه انا اول مره اشوف ان في حد او مسؤول يتحدث بهذه اللغه. ننتقل لصفحه 4 من مصر اليوم، بتقول اول يوم عمل الحكومه القنديل بعد التعديل. الحديدي بيقول القوى السياسيه رفضت المشاركه في الحكومه، ده اللي هو متحدث اسم مجلس الوزراء، ثم تتهمها بانها اخوانيه. وزاره الماليه اجتماع تعارف مع الوزير، ووزير الماليه السابق بيقول غاضب من تغيير فجاه، اللي هو الدكتور مرسي حجازي وزير الماليه السابق، بيقول ان هو يعني زعلان عشان هو تم تغييره فجاه، وهو راجل ما عملش حاجه تستجب تغييره. وبيقول فيها ان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وجه له الشكر في اتصال هاتفي، واعرب حجازي في تصريحات خاصه للمصر اليوم عن ضيقه من تغييره فجاه، ولكنه يعني قال ان مصر مليئه يعني بالخبرات. وطبعا وزير الاستثمار عنده 36 سنه مواليد 77 وزير الاستثمار بيقول الصدفه تجمع الوزيرين السابق والجديد داخل الوزاره، حامد توجه لنا الوزارة فور إعلان التعديل، وصالح تواجد لجمع متعلقاته، وأول دعوة ضد التعديل قرار مرسي بطل يخالف الدستور، وتغيير بتقول إن الرئيس يعاند الشعب. ووزير الزراعة الجديد اللي هو أحمد الجزاوي بيقول أنا خادم الفلاحين ولست تصادميا، وأولوياتي سد الفجوة الغذائية. وطبعا نقابة الدعاة بتقول إن وزير الأوقاف مستمر لنجاحه في الأخوانة، اللي هو الدكتور الشيخ طلعت عفيفي وزير الأوقاف. نروح لليوم السابع في صفحتها الأولى، أيضا بتقول اليوم السابع عاصفة من الاتهامات تطارد وزراء قنديل، دعوة ضد التعديلات وغضب إسلامي من تعيين باجاته، ووزير الثقافة تم فصله من أكاديمية الفنون بسبب عدم التزامه. يعني جايبين وزير مفصول ما فيش مشكلة. وروزا اليوسف في صفحتها الأولى أيضا بتقول أول يوم حكومة طق حنك. يبقى يمكن روزا اليوسف بتتكلم عن طق الحنك ده، لما يكون واحد إيه، دي كلمة لبناني، طق حنك دي لما يكون واحد أهو بيتكلم أهو بوقف الهواء خلاص ويقول لك الكلام معلوش جمرك، فهو بيتكلم بمزاجه وطق حنك. كل وزير النهاردة بيتكلم وبيدي وعود، نتخيل وكأن مشاكل مصر هتتحل. يعني أنا كنت لسه شايفها على النت دلوقتي، وزير اللي اسمه هدارة ده وزير البترول يقول لك
خلال الاسبوع نحل مشاكل السولار. طب بقى امارتي هي خلال الاسبوع ده السولار ده احنا بنتكلم في عمله صعبه، يعني بنتكلم في يعني في النهايه هي جزء من مشكله مجتمعيه اكبر تتعلق بمدى قدره الدوله وقدره اقتصاد الدوله ان يقدر يوفر مصادر نقد اجنبي تتمثل في دولار، علشان الدوله تاخد الدولار ده اهو تقوم تروح تتفضل تشتري بيه سولار من بره، وبعدين السولار ده هو يخش يتحط في البنزينات تيجي الناس تشتري بيه الجنيه. في النهايه الجنيه بتاعنا ده عمله محليه، احنا ده كده بينا وبعض بنفرح فيها مع بعض، لكن في النهايه الجنيه بتاعي ده هو يبقى هذا الجنيه داخل البلاد، مطلوب ان يكون فيه اقتصاد قادر ان ياخد الجنيه ده اهو يقلبه دولار، والدولار ده يطلع يشتري من بره عشان يجيب لنا سولار او يجيب لنا بنزين او يجيب لنا اي منتجات بتروليه نبتدي احنا نتداولها بالجنيه وهكذا. فاذا محتاجين تدفقات اخرى. وزير الثقافه بيقول انتمائي للاخوان شرف لا ادعيه، ده الثقافه كمان. ودراج بيقول لك كل حاجه بتيجي بالممارسه. وبجاته بيقول المنصب قريب لاهتماماتي القانونيه، ده بحسب ما بتقول روزا اليوسف. ننتقل للتحرير في صفحتها الرابعه، بتقول حكومه الفشل تواصل تمتين الاخوان. دي جريده التحرير. وزير الماليه الجديد بيقول نستكمل مشاورات قرض الصندوق والصكوك تلبي احتياجات المستثمرين، وبيقول ان الصكوك اليه تمويليه مهمه للسوق. ومسؤول انتقد قصر تغيير الوزراء خلال فتره قصيره. ووزير البترول بيقول للتحرير ازمه السولار ستحل خلال ايام، ده ماشي خلال اسبوع. يعني الخبر بيقول يعني المهندس شريف بداره بان هو قال في تصريح خاص للتحرير ان مفادها ان الايام القادمه سوف تشهد انفراجه كبيره في مشكلات نقص الوقود وخصوصا السولار، وذلك من خلال توفير المنتج سواء بالاستيراد او توفير الخام، اضافه الى تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها مع توفير احتياطي استراتيجي بكميات كبيره تضمن عدم حدوث ازمات جديده. نتمنى بمنتهى الامانه، انا اتمنى ان ياتي النجاح على ايد اي مسؤول، ان شاء الله يجي اخواني، يجي سلفي، يجي العفريت، اي واحد يجي يقدر يخدم البلد دي اهلا وسهلا بيه. في النهايه اتمنى اللي بيقول وزير البترول ده يكون سليم، على الاقل هيبقى طرق الحركه ماشيه عليها سليمه، الناس مش هتغلي المواصلات بتاعتها وهكذا، يكون في انفراج في حياه الناس. واضمن ايضا خبر بيقول صدمه في المحافظات من الهرتله الاخوانيه في التعديل الوزاري. سوهاج بتقول اهل سوهاج بيقولوا ان لا تغيير لا يرضي المواطن. اهل البحر الاحمر بيقولوا مرفوض شكلا وموضوعا. واهل الدقهليه بيقولوا ان بجاته ترزي قوانين جديد. وفي صحافه عالميه بتقول ان التعديل الوزاري يعزز نفوذ الاخوان ويؤكد تجاهل مرسي للمعارضه. صحيفه وول ستريت جورنال بتقول تعيين بجات وزيرا للشؤون القانونيه يتزامن مع وقت عصيب يحاول فيه مرسي الانتصار على النظام القضائي. وده كان ملفنا الاول في حلقتنا، هو ملف حكومه قنديل وتداعياتها. هنطلع فاصل، وبعد فاصل نستكمل باقي الاخبار في حياتنا، خليكم معنا. هذا البرنامج برعايه عندما يتحدث الجمال عن الطبيعة الزاخرة لابلايا، عندما يعشق الموقع الفريد في أرض الفيروز لابلايا راس سدر، عندما تبحث عن الراحة والهدوء في أروع مصيف ومشتى في مصر بالقرب من مطار راس سدر لابلايا، عندما تتحدث عن 48 فدان مساحة والمناطق الخضراء تصل إلى 80% والرفاهية الخدمية، حمامات سباحة وبحيرات صناعية، فأنت تتحدث عن لابلايا. عندما تتحدث عن عبقرية التصميم الذي يرى البحر بشكل مباشر من جميع الوحدات، فأنت تتحدث عن لابلايا. لابلايا، الاستثمار الحقيقي للمستقبل بدون مقدم والاستلام فوري وبأسهل نظم السداد. منتجع لابلايا راس سدر، حلم حقيقي على أرض مصر. للاستعلام اتصل على 166-13. لا بلايا راس سدر، The Sound of Silence. انا مارك ساكن في ستار هاوس. انا ام برسم ستار هاوس. انا ساكنة في ستار هاوس، تعالوا معايا، فيها بيت جميل. عندما يتحدث الجمال عن الطبيعة الزاخرة لابلايا، عندما يعشق الموقع الفريد في أرض الفيروز
لا بلايا راس سدر. عندما تبحث عن الراحة والهدوء في أروع مصيف ومشتى في مصر بالقرب من مطار راس سدر، لا بلايا. عندما تتحدث عن 48 فدان مساحة والمناطق الخضراء تصل إلى 80% والرفاهية الخدمية، حمامات سباحة وبحيرات صناعية، فأنت تتحدث عن لا بلايا. عندما تتحدث عن عبقرية التصميم الذي يرى البحر بشكل مباشر من جميع الوحدات، فأنت تتحدث عن لا بلايا. لا بلايا، الاستثمار الحقيقي للمستقبل، بدون مقدم والاستلام فوري وبأسهل نظم السداد. منتجع لا بلايا راس سدر، حلم حقيقي على أرض مصر. للاستعلام اتصل على 166-13. لا بلايا راس سدر، The Sound of Silence. هذا البرنامج برعاية اهلا بيكم، ورجعنا لكم تاني ونستكمل مع بعض صحافه الخميس التاسع من شهر مايو سنه 2013. نروح لموضوع تاني في حلقه النهارده، هو موضوع موقعه الجمل. موقعه الجمل دي كانت حادثه وقعت احداثها في بلدان التحرير يوم 2 و3 فبراير سنه 2011. هي عرفت تعليمات من موقعه الجمل، اتهم فيها بعض قيادات او رموز النظام السابق والحزب الوطني السابق. اتهموا بانهم جابوا ناس من نزله السمان، وجايبين ناس بعربيات فيها كسر خام وكسر بلاط وطوب، وطبعا ضربوا الناس المتظاهرين في بلدان التحرير، سقط من سقط واصيب من اصيب. وطبعا عرفت تعليمات باسم موقعه الجمل. طبعا القضيه على مدى السنتين اللي فاتت طبعا تم تداولها في اكثر من مكان، وصدر فيها احكام مختلفه. كان اخر مصدر فيها هو الحكم الصادر من محكمه جنايه القاهرة ببطلان جميع من شملهم يعني ملف التحيات في موقعة الجمل، وأبرزهم طبعا صفوة الشريف وفتح سرور وغيره وغيره من الشخصيات اللي هي معروفة ب يعني في اللي هي كانت رموز في الحزب الوطني والنظام السابق. طبعا النهاردة محكمة النقض دائرة الأربعاء برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيى خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي، طبعا النهاردة أصدرت حكما تاريخيا يصدر الستار نهائيا على هذه القضية المعروفة باسم موقعة الجمل. النهاردة محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من النيابة شكلا، ده من حيث الشكل، ورفض الطعن المقدم منها من حيث الموضوع طبعا يعني، وتأييد أحكام البراءة الصادرة ببراءة المتهمين. طبعا اليوم السابع في الصفحة الأولى معنا، اليوم السابع على الشاشة، بتقول براءة نهائية للمتهمين في موقعة الجمل، محكمة النقض ترفض طعن النيابة. هي يعني في يعني سياق قانوني بتقول ان هي بتقبله من ناحية الشكل، من ناحية الشكلية اعتبر ان هو تقدم في ميعاده من حيث الأوراق ان هو تم قبوله من ناحية الشكل، لكن تم رفض الطعن من ناحية الموضوعية. ومرتضى منصور المحامي هو كان احد المتهمين وكان قبل كده حصل على حكم البراءة، طبعا يعني هو اكد في المرافعة بتاعته ان سبب الطعن اللي هي النيابة تقدمه هو استهدافه شخصيا، واكد ان هو له مواقفه بسبب مواقفه المدافع عن استقالة القضاء، وهو كان رفع قضية في مجلس الدولة بيطالب فيها ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله ابراهيم في منصب النائب العام خافا للمستشار عم بجد محمود. بيقول انا راجل ليا مواقف دايما داعم للقضاء، وبالتالي طبعا في حاله استهداف من النيابه العامه ليا، عايزين يجيبوا رجل باي شكل بعد ما حصلت على 8 احكام قبل كده، وبعد ما كان في 8 يعني حاجات قبل كده بتتكلم على عدم جواز طعن النيابه. وبيقول مرتضى منصور ان هو بيتهم الفرقه 95 اخوان بقتل الثوار، ودي بيقول ان الفرقه دي تابعه لجماعه الاخوان المسلمين. طبعا فور صدور الحكم طبعا يعني برفض طعن النيابه طبعا ضجت القاعه طبعا بالتهليل والتكبير، وطبعا انصار مرتضى منصور طبعا قاعد يقولوا الصحافه فين البريء اهو، الصحافه فين مرتضى منصور اهو. ده بحسب اليوم الساعه بتقول. ايضا صحيفه الدستور في صفحتها الثالثه الدستور بتقول النقد ترفض طعن النيابه وتؤيد براءه متهمي موقعه الجمل. مرتضى منصور بيقول ان الفرقه 95 اخوان هي من قتلت الثوار. ايضا نفس الموضوع بتهتم به صحيفه التحرير، بتقول التحرير في الصفحه الاولى نائب عام مرسي يبرئ رجال مبارك. هو الراجل ما ابرئهمش ولا حاجه، المحكمه اللي ابرئتهم يعني. هو نائب عام مرسي هيعمل ايه؟ هيجيب رجلهم بالعافيه ازاي يعني؟ طلعت عبد الله قدم الطعن على الحكم ببراءة الجمل بعد موعده القانوني ودون أي تحريات جديدة. هو بعد موعده القانوني مش صحيح لسبب بسيط، إن المحكمة قبلت الطعن. لو كانت تقدم قبل في
يعني بعد الميعاد القانوني بتاعه كانت المحكمه بترفض طعن من حيث الشكل، من حيث الاجراء الشكلي المحكمه كانت ترفضه، لكن هي بتقول دون اي تحريه جديده. مرتضى منصور بعد تأييد براءاته بيقول ان احداث الاتحاديه تفوق موقعه الجمل ولم يحاكم احد بسببها. طبعا على الجانب الاخر المستشار مصطفى دودار المتحدث الرسمي باسم النيابه اكد في تصريحات لي قال لا ان احنا مش هنسيب الموضوع، وان في ادله جديده وتحريه جديده هنقدمها علشان نعيد فتح الملف مره اخرى بتاع موقعه الجمل. طب يعني اذا كان في تحريات او في ادله جديده ليه ما تقدمتش من اول مره؟ يعني النهارده بعد المحكمه النهارده اصدرت حكم نهائي النهارده برفض طعن النيابه، هل النيابه تبتدي تقدم طعون ثانيه؟ طبعا ده السؤال انا في الحقيقه ما عنديش اجابه ليه. ايضا الوفد في الصفحه الثالثه محكمه النقض ترفض طعن النيابه وتؤيد براءه المتهمين في موقعه الجمل، تجمع الانصار سرور امام دار القضاء العالي، ومرتضى منصور يؤكد فشل النيابه في تقديم ادله اتهام جديده. على الجانب الاخر الخبر تحت قدامكم على الشاشه اللي تحت، خبر بيقول والنيابه تدرس الحكم وستتقدم بادله جديده الى طلعته. بيقول اكد المستشار مصطفى دودار المتحدث الرسمي للنيابه العامه في تصريحات خاصه للوفد ان المكتب الفني للنائب العام ينتظر حيثيات حكم النقض في طعن النيابه على براءه المتهمين في القضيه الشهيره والمعروفه اعلاميا بموقعه الجمل لدراسه اسباب رفض المحكمه شكلا للطعن. وعلى جانب اخر علمت الوفد ان فريق تحقيق نيابه الثوره سيتقدم خلال ايام تقرير النائب العام حول احداث موقعه الجمل لوجود ادله جديده على طوارئ قيادات من رجال النظام السابق. طب يعني ايه الاحوال؟ اما نشوف يعني برضو في النهايه لا نملك معلومات ناكد او ننفي بها الكلام ده او نعلق حتى بيها على الكلام ده. نروح لموضوع ثالث حلقه النهارده، موضوع مؤتمر العداله. طبعا حضرتك تذكروا ان كان تم الاتفاق مع الرئيس مرسي ان ستعقد جلسات تحضيريه لمؤتمر العداله داخل قصر الاتحاديه على ان يعقد المؤتمر خلال شهر. احنا كنا مع مؤتمر العداله يعقد المؤتمر خلال شهر. طبعا حصل خلاف ما بين المجلس الاعلى للقضاء الهيئات القضائيه وما بين نادي قضاة مصر. النادي قال لك لا، المفروض ان الرئيس هو اللي يجي لنا كبادر على حسن النيه، وان المؤتمر يعقد في دار القضاء العالي، ونحن نوجه الدعوه للرئيس مرسي لحضور هذا المؤتمر. النهارده بقى هما نفسهم مختلفين، يعني النهارده كانت الجلسه التحضيريه الثانيه لمؤتمر العداله، دي مش المؤتمر نفسه، دي جلسات تحضيريه لمؤتمر العداله بتعقد داخل قصر الرئاسه. الدستور في صفحتها الثالثه بتقول الشباب القضاء بيقولوا الشعب سيدفع ثمن استيلاء الاخوان على السلطه القضائيه. الدفاع هيئة الدفاع عن القضاء تحذر وزير العدل الجديد من التواطؤ مع الشورى لتمرير قانون السلطه القضائيه. هو في الحقيقه كان الدكتور احمد فهمي في حديث ليه مع الزميل خير رمضان في قناه السي بي سي قال ان مفيش حاجه اسمها قانون سلطه قضائيه موجود في جوه مجلس الشورى، ده الحصه دي كلها مقترحات ببعض التعديلات، لكن فكره ان يكون في قانون، هذا قانون بيقدم من اتجاه من اثنين، اما رئيس الجمهوريه مشروع قانون بيتقدم من رئيس الجمهوريه او بيتقدم من مجلس الوزراء، لا جانا من رئيس الجمهوريه مشروع قانون ولا جانا من رئيس الوزراء مشروع قانون، لكن دي عباره عن مقترحات بتعديلات في قانون السلطه القضائيه بيقدمها بعض النواب واحنا ما نقدرش نمنعها. في النهايه طبعا الموضوع لا يرقى الى مستوى يكون فيه قانون بشكل متكامل. ايضا صحيفه الوفد في الصفحه الثالثه تتحدث عن الخلافات ما بين القضاة نفسهم، بتقول الخلافات تهدد عقد مؤتمر العداله. ممتاز المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلى يعلن بدئه الاسبوع المقبل، وزير العدل يرفض التصعيد ضد خفض السن، نادي القضاة يتحفظ على المشاركه ويطالب بوقف مشروع القانون المقدم الى الشورى. والمستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف بيقول إن جلسات استماع الشورى فزاعة لإرهاب السلطة القضائية، يعني هي عبارة عن جلسات صورية هي فزاعة علشان يرهبوا السلطة القضائية، ده بحسب ما بيقول المصر اليوم في تصريح لوزير العدل الجديد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الجديد بيقول إن أزمة القضاء تصعيد غير مبرر، نادي القضاء يقاطع مؤتمر العدالة، وفي مصادر بتقول المؤتمر مناورة لتمرير السلطة القضائية. طبعا وزير العدل بيقول إنه لن يسمح بتغيير وضع رأي القضاء في مشروع قانون جديد، وان هو يعني راجل من رموز تيار الاستقرار، وانه لن يسمح باي شيء ممكن يمس القضاء، يعني هي رساله طمأنينه بيقدمها وزير العدل. ده كان ملفنا ثالث حلقه النهارده، معانا مجموعه اخرى من الاخبار هنحاول نستعرضها في خلال الدقائق المتبقيه من الحلقه. نروح لروزا اليوسف في صفحتها الثالثه، البابا تودروس ترأس اليوم قداس ذكرى ميلاد القديس مرمورس الرسول، هو كروز الديار المصريه. طبعا البابا ترأس القداس النهارده في ذكرى استشهاد القديس الرسول مرمورس بالكاتدرائيه المرقسيه في اللي هي موجوده في الاسكندريه. التحرير في الصفحه السادسه بتقول البابا يطير اليوم الى روما، هي تعتبر اول رحله لبطريرك الكنيسه الارثوذكسيه الى راس الكنيسه الكاثوليكيه منذ 40 سنه، يعني دي اول رحله يقوم بها بابا الكنيسه المصريه الارثوذكسيه الى الكنيسه الكاثوليكيه منذ 40 سنه. وفي الدستور الصفحه
الثالثة الداخلية في قبضة الشاطر. طبعا بتنفرج رياضة الدستور بخبر مهم جدا عن اجتماع عقده المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. هو اجتماع لنائب المرشد بقيادات الوزارة، وطبعا هو وعدهم في الاجتماع ده بحسب مسؤولية الدستور بتولي مناصب في الحركة الجديدة. يعني ده كان الاجتماع، فطبعا ده كلام خطير جدا يتحدث عن أن هناك تداخل بين جماعة الإخوان وبين مؤسسة الرئاسة. مؤسسة الرئاسة لو تترك هي وشأنها تدير ملفاتها معرفتها، تدير أمورها معرفتها، أعتقد الأمور ممكن تكون أحسن من كده. هي نفس المشكلة كانت موجودة أيام حسن مبارك، يعني أيام حسن مبارك برضو كنا بنتكلم عن تداخل بين الحزب الوطني وبين مؤسسة الرئاسة، بس يمكن ده كان تداخل رغم إن إحنا كنا بنرفضه، لكن يعني كان على الأقل مقبول نسبياً اعتبرنا إن هو حزب سياسي. لكن احنا النهارده بنتكلم عن تداخل ما بين جماعه المفروض ان هي جماعه دعويه، جماعه دينيه، جماعه يعني حتى بنشوف في رسائل المرشد بيتكلم عن مكارم الاخلاق، يتكلم عن يعني ان الانسان يكون اعداد الفرد وتنشئه الخلقيه والدينيه والكلام ده كله. طبعا هذا التداخل اعتقد انه يعني لن يفيد جماعه الاخوان ويحرقها سياسيا امام الراي العام. ايضا الدستور في الصفحه الثالثه النيابه العسكريه تبحث بلاغات تتهم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل باهانه الجيش. وفي الحقيقه الخبر بيقول ان في 40 بلاغ متقدمه من ضباط في الجيش امام النيابه العسكريه ضد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل رئيس حزب الرايه بسبب تصريحات ليه هو اتهم فيها المؤسسه العسكريه واهان المؤسسه العسكريه. ده بحسب الدستور بتقول. وايضا الدستور في صفحتها الثالثه جهاز الكسب غير المشروع يجدد حبس مبارك 15 يوما في قضيه تضخم الثروه. ده كسب غير مشروع، وما زلنا مع الدستور السجن 28 عاما لصبر النخنوخ واهله يتوعدون قلب التاجي. وخبر بيقول قررت محكمه جنايات الاسكندريه امس برئاسه المستشار محمد السيد عبد النبي وعضويه كل من فلان وفلان وفلان يعني الحكم بالسجن مؤبد وغرامه 10,000 جنيه على المتهم صبر النخنوخ وصديقه المتهمين بالبلطجه والتزوير وسط اجواء امنيه. طبعا اهله طبعا بيتوعدوا محمد البلتاجي وبيعتبر ان القياده الاخوان محمد البلتاجي هو سبب في توريطه في هذه القضيه. ننتقل الى اليوم السابع. مدير مكتب رئيس الجمهوريه الدكتور احمد عبد العاطي يبحث مع بديع والكتاتني التعديل الوزاري وازمه القضاه. مصادر بتقول ان زياره عبد العاطي تزامنت مع وجود الكتاتني لعرض خطه عمل الحزب استعدادا للبرلمان، وهو كان راح زار مقر جماعه الاخوان والتقى بالمرشد وتصادف وجود الدكتور سعد الكتاتني عشان يبحثوا مع بعض خطه تحرك حزب الحريه والعداله في المرحله القادمه، يعني علشان يستعدوا لانتخابات البرلمان. حضراتكم فاكرين قضيه الهام شاهين الشيخ عبد الله بدر اللي كانت حكم عليه في اقل من 8 اشهر؟ طبعا هي كانت قضيه انا كنت كاتبه مقال في جريده الدستور من كام يوم بقول ان الهام تعرف طريقها جيدا، كان مقال 13 امبارح، الهام تعرف طريقها جيدا. يعني بقول في المقال اللي يشوف القضاء المصري بتاعنا يعني الحكم السريع والعادل والبت والنهائي اللي تم تنفيذه طبعا يعني عشان هو يعني طبعا سب الهام شاهين وطعنها في شرفها وطعنها في كرامتها، طبعا ما يشوفش ان في ناس بتقعد في المحاكم 8 سنين وبتقعد 15 سنه وفي ناس بتعفن في المحاكم وناس بتموت في المحاكم وما بتاخدش حقها. طبعا هو كان حكمه طبعا نهائي. وقلت في الخبر في المقال اللي انا كتبته ان الهام شاهين يبدو ان هي مش مجرد فنانه مشهوره، ده كمان هي يعني عندها خبره قانونيه، عرفت ازاي ان هي تعمل كوكتيل اعلامي وقضائي، عرفت تصعد قضيتها لدى الراي العام، تصعد لدى الرئيس مرسي لدرجه ان الرئيس مرسي اتصل بها شخصيا لما تغيبت عن لقاء الرئيس مرسي مع الفنانين يوم الخميس 6 سبتمبر سنه 2012 ولانه لن يرضى بذلك. طبعا في النهايه بعد مطارده امنيه وحمله طبعا ومطاردات وملاحقات مثيره طبعا في النهايه تم اعتقال الشيخ عبد الله بدر واتقبض عليه. اتقبض على الشيخ عبد الله بدر من كان موجود في احدى كده الشقق او العمارات في مدينه عاشور رمضان. الشيخ عبد الله بدر بقى هو موجود في السجن بعد بقى ارسال الرئيس مرسي بيقول له بقى انت سيبني عشان خاطر عيون الهام. ويقول عبد الله الخبر بيقول عبد الله بدر يكتب من خطاب هجاء لمرسي من داخل السجن، بيقول له بقى ايه في خطاب الهجاء، بيقول له يا دكتور مرسي عفوت. معانا يا جماعه الخبر ده، معانا الخبر ده على الشاشه اليوم السابع صفحه الثالثه، بيقول له يا دكتور مرسي عفوت، حتى هم جايبين الجواب بخط ايده، بيقول له عفوت عمن تبولوا على المصحف وتركتنا لاجل الهام. طب انا عايز اعرف مين اللي تبول على المصحف؟ في حد في مصر يا جماعه سمعتوا عنه؟ الخبر معانا على الشاشه هو دي، حركه هتلاقي هنا في النص في صوره الخطاب اللي كاتبه بخط ايده. هل في حد في مصر اهان المصحف؟ طبعا في النهايه ده لعب على وتر المشاعر الدينيه وبالذات مع الشباب مع بعض البسطاء. في النهايه يقول لك اه شفتوا الرئيس مرسي شاب الراجل بتاع ربنا، وهو يعني الراجل بتاع ربنا يكون سباب ولعان وشتام. القائد السلفي بيقول الدكتور مرسي، بيقول الدكتور مدحت عمار زار بدر في سجن بادي النطرون وحمل رسالات للدكتور مرسي، وطبعا هو زعلان طبعا يعني ان زي الرئيس مرسي ما يعفوش عنه في الوقت اللي هو عفى على حد تعبيره عمن تبول على المصحف. طبعا الكلام ده غير صحيح، ممكن نقول تبول على الانجيل، اه حصل واحد راح مسك الانجيل حرقه عند السفاره الامريكيه وقطعه وقالك هتبول على الانجيل، ده اللي ممكن، لكن مين تبول على المصحف؟ الكلام ده غير صحيح طبعا. يعني خبر الضباط الملتحون يهاجمون مرسي وصفونه الداخليه بتلعب بديلها واضراب افراد وامناء شرطه سمسطه في مركز في بني سويف عن العمل والمطالبه بالتسليح.
وده كان اخر خبر في حلقه معانا يا جماعه وقت نقول بس خبرين تانيين. طيب على ايه الاحوال؟ في خبر في روزا يوسف في الصفحه الاولى، اوراسكوم تسدد 2.5 مليار جنيه من الضرائب في صفقه اللي هي بتاعت مشكله الاسمنت والضرائب، هم سددوا صفقه 2.5 مليار جنيه، وكان صدر قرار النائب العام برفع اسم انسي وناصف ساويرس من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم تراقب الوصول. واخر خبر في المصري اليوم في صفحتها الاولى، المصري اليوم تنفرد بنشر شروط الجيش لمحور تنميه قناه السويس، اقامه المشروعات على مسافه 5 كيلومترات شرق القناه، 60% راس المال الوطني، ورفض عمل الشركات الاسرائيليه. ونختم جولتنا بالكاريكاتير معنا المصري اليوم. جاهز كاريكاتير معنا المصري اليوم؟ طيب وفي اليوم السبع يا جماعه جاهز برضو؟ كان معنا كاريكاتير اليوم السبع في صفحه 13 جاهز. طيب نبتدي بالمصري اليوم. ادي فيه صوره، يعني هو اللي بيتكلم ليش انا ماليش دعوه، حضراتكم اعرفوا اللي بيتكلم ده، انا مش هفسر يعني، في النهايه الرسم هو موجود. بيقول عملت لكم حته حكومه هتاكلوا صوابعكم وراها. واضح ان عمليه الصوابع دي مشكله، في صباع بيلعب وفي صباع مش عارف بيهرش وفي كام 3 4 صوابع. دي بقى الحكومه اللي هتخلي المصريين بقى يعضوا صوابعهم، مش ياكلوها، هيبلعوا صوابعهم ورا الحكومه دي. يعني ونتمنى طبعا ربنا ييسر ان المصريين ما يبلعوش صوابعهم، وبالتالي طبعا تختفي الاصابع من مصر، ما بقاش مصر فيها اي صباع. واخر كاريكاتير من اليوم السابع صفحه 13، يعني في واحد مدرس واقف عند السبوره بيقول ما معنى كلمه تمكين؟ فطبعا الطالب طبعا بحكم الثقافه المجتمعيه بتاعته بيقول له يعني تعديل ورا تعديل، يعني تعديل ورا تعديل، في النهايه ده يساوي ايكوالز تمكين. وده كاريكاتير اليوم السابع، ده اخر ما نختتم بيه حلقتنا النهارده، صحفتنا انتهت النهارده. ربنا يحفظ مصر وشعبها، ويوم الاحد القادم نلتقي في حلقه جديده وصحافه جديده. نلتقي الاحد القادم على خير ان شاء الله، وشكرا. هذا البرنامج برعاية